طريقة التنظيف سهلة جدا وبسيطة. ادي الممبار عندنا اهو. اسهل طريقة لتنظيف الممبار جلدة الحنفية. جلدة الحنفية، اه والله العظيم جلدة الحنفية. بنمسك الممبار كده، الممبار عندنا بالشكل ده، ويفضل ان هو يكون ممبار لما نيجي نعمل ممبار البوبس يكون اللي هو الممبار اللي هو سليم بالطول كده، ما يبقاش متقطع. بمسك الممبار كده اول ما بيجي واروح ماسكه جلده الحنفيه، تبقى جلده صغننه خالص كده، جلده صغننه دايره خالص كده، واروح حطاها هنا كده وابدا اعمل كده. ال ال الشده بتاعتنا دي او الصمته بتاعتنا دي بتنزل لي كل اللي في الممبار، بتسحب كل اللي في الممبار وبيتغسل بكل سهوله. واجي عشان اقلبه، بصوا كده عشان الناس اللي ما بتعرفش تقلب الممبار، باجي بمسك الطرف بتاعه كده كل ده تحت الحنفيه واعمل كده اهي بالشكل ده. طبعا تحت الحنفيه فالسرسوب بتاع الميه بيبقى هو اللي نازل هنا كده اهي، يا دوب بقلب اول واحده بس كده واروح حاطه دي كده اهو تحت الحنفيه وامشي، احطها تحت الحنفيه وامشي كده اهي، بيتقلب معايا بكل سهوله. سرسوب الميه هو اللي بيوسع لي بالشكل ده اهو، سرسوب الميه اللي مفتوح هو اللي يوسع علشان اقلب الممبار بتاعنا بكل سهوله. بصوا اهو سرسوب الميه بيبقى نازل هنا، واروح ابدا ان انا امسك كده وينزل معايا بكل سهوله. قلبت الممبار نقعته في شويه ميه وملح، رجعت بعديها بشويه رحت شطفاه ورحت قلباه تاني. انا بقلب الممبار عندي مرتين بعد التنظيف، تمام؟ بعد ما اتقلب وضمنت ان هو اتغسل وما فيهوش اي ريحه اي حاجه خالص من الملح.